جئت من فرنسا لأداء العمرة على أنني سأمكث في مكة أسبوع وفي المدينة أسبوع، وحينما اقترب الميقات في الطائرة وأثناء حديثي مع طاقم الطائرة قالوا لي بأنه من السهل عليك أن تذهب أولا للمدينة تمكث بها ما شئت، ثم تعود لمكة وتحرم من أبيار علي. وهذا ما حدث، وصلت السفر لجدة ثم المدينة ومكثت بها، وخرجت إلى أبيار علي وأحرمت، ثم أديت العمرة ولم أحلق كاملا، ولكني قصرت شعر قليل من رأسي من الأمام والخلف والأجناب. هل هذه العمرة صحيحة؟ وهل يلزمني أداء عمرة أخرى أثناء العمرة صحيحة. وإذا جيت الجدة ولا نويت النزول لمكة، نويت الذهاب للمدينة، لا بأس تذهب للمدينة. فإذا رجعت من المدينة تحرم من ميقات أهل المدينة وتؤدي العمرة، لكن أخذك بعض شعر رأسك هذا لا يكفي، لا بد من الأخذ من عموم الرأس كما سبق الجواب، ما يكفي أخذ بعضه ترك بعضه، لا بد من التعميم. نعم.